النهارده يوم جديد، حلقه جديده في برنامجنا الوتر. في الحقيقه احنا كل اسبوع بنتكلم عن موضوع مختلف، بس النهارده احنا موضوعنا عن العلاقات العاطفيه مع الدكتوره النفسيه نورهان. بس خلينا نروح سريعا لاهم الاخبار. ايكيا اعلنت ان الشركه السويديه لتصنيع وبيع الاثاث المنزلي عن 1,030,000 خزانه بعد ما تكرر حوادث مقتل عدد من الاطفال بسببها، وكان اخرها في مايو الماضي في ولايه كاليفورنيا بالولايات المتحده. ونظم مصريون في القاهره مهرجان احيوا ذكرى المطربه داليدا من خلال عرض افلامها وموسيقاها، واقيم المهرجان في المركز الثقافي الفرنسي. وجسدت مسرحية عرضت في بيروت مأساة الحرب السورية في أول ظهور للمسرحية في لبنان بينما كنت، ومسرحية مأخوذة من انتظر، قصة واقعية لشاب سوري عثر عليه مضروبا قرب مستشفى في دمشق عام 2013. أما خيري رمضان يعود لبرنامج يوم ويوم على راديو مصر، ومجدي والدكتور الكبير مجدي يعقوب بيحدد نهاية الشهر لإجراء عملية لراضية. منا فضالي تؤدي التحية العسكرية تضامنا مع حملة حيوهم فين ما كنتم. وكمان في سيدة عمرها 80 سنة عملت دعوة خلع ضد جوزها وقالت انه اتجوز عليا بعد 60 سنة عشرة. وبتواجه نور الشربيني الإنجليزية جوال كينج، واللي صعدت للدور النهائي بعد فوزها على المصرية رنيم الوليل. ومع اقتراب احتفالات الهالوين، نظمت جمعية فلبينية لرعاية الحيوان مسابقة للحيوانات الأليفة بمشاركة العديد من القطط والكلاب. وقال كمان المسؤولون عن المسابقة إن الهدف منها حث السكان على رعاية الحيوان. وكان في غواص بريطاني في ساحل استراليا قال ان هو سبح 7.5 كيلومترات و 4.5 اميال، كان بتلحقوا سمكة قرش. والصورة دي كان الغواص جون جريج بيحتضن زوجته فيها بعد وصوله لبر الامان. وانتشرت في الصين لعبة على الهواتف الذكية بتتيح للاعبين التصفيق للرئيس الصيني شي جي بينغ، وذلك أثناء خطابه الذي ألقاه في مؤتمر، وده عشان كانوا بيظهروا الولاء للرئيس. رجل يقف أمام البحيرة في مدينة شتوتغارت ليصطاد في يوم خريفي جنوب غربي ألمانيا، ورغم ما حققته الرياضيات من إنجازات إلا أن التميز بين الرجال والنساء في هذا المجال ما زال قائما في ظل غياب قوانين تضمن المساواة بين الجنسين في ممارسة جميع الرياضيات. وعزوف المرأة نفسها عن حضور ومتابعة الرياضة النسائية. وكمان أظهرت دراسة أن معظم متابعي كأس العالم 2011 للسيدات هم كانوا من الرجال. خطوة غير معتادة في المجتمعات العربية. نشرت نساء على صفحات فيسبوك وتويتر قصص أخفوها طويلا عن حالات تحرش تعرضوا لها وكان بعضها من 10 سنين، وجاء ذلك كجزء من حملة التوعية التي أطلقتها الممثلة الأمريكية الشهيرة إليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاج ميتو أو أنا أيضا بعد فضيحة منتج هوليوود الكبير هارفي وينستاين اللي واجه اتهامات بالاعتداء والتحرش. وكده خلصت معانا أهم الأخبار، وبعد الفاصل هتبقى معانا الدكتورة النفسية نورهان. استنونا بعد الفاصل. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم.
هنتكلم أكتر عن العلاقات العاطفية مع الدكتورة نورهان، وهي دكتورة نفسية، وهنعرف أكتر عنها. أهلا، إزيك؟ عاملة إيه نورهان؟ بخير الحمد لله، تمام. النهاردة عاوزين نعرف أكتر عن العلاقات العاطفية، وفي الحقيقة تأثيرها بقى كبير قوي على البنات أو الولاد، وطبعا أنت عارفة أن بقى في relationship أو في علاقات بتحصل في السن الصغير قوي أو في السن بدري. بس الأول حابين نعرف إيه هي أنواع العلاقات العاطفية؟ العلاقات العاطفية مختلفة طبعا، في منها علاقات ناجحة 100% وفي منها علاقات فاشلة. في منها علاقات مؤقتة بتبقى ملء فراغ عاطفي، بيبقى الإنسان بيشعر أحيانا أنه عنده فراغ عاطفي فبيتعامل، يعني بياخد علاقة أو بيدخل في علاقة بيملى بيها الفراغ ده مش أكتر. في علاقة بتبقى قوية وفي علاقات مستمرة، يعني على حسب أنواع العلاقات. طب وهل الفراغ العاطفي ده بيكون عند البنات أكتر ولا عند الولاد؟ هو الموضوع مش مقياس ولاد وبنات، لكن هو موضوع ان الانسان احيانا بيشعر في وقت من التوقيتات ان في حاجة ناقصاه، حاسس انه في ما بيتحبش، حاسس انه في حاجة مأثرة عليه، فبالتالي بيلجأ انه يروح لعلاقات تملي الفراغ ده او يعني تملى الوقت بتاعه علشان ما يلتجأش لحاجات تانية. بس وده عند الولاد؟ ما انا قلت لحضرتك الموضوع مش مقياس ولاد او بنات، يعني ممكن يكون في الولاد وممكن يكون في البنات. لا بس اكيد تفرق، لان يعني الولاد دايما مش موجودين في البيت، البنات بتكون قعدتها في البيت اكتر، عندهم فراغ اكتر. ده بيكون عيب من الاهل ولا بتكون يعني عيب من، يعني ليه تأثير او ليه دور من الاهل ان هم دورهم في تربيتهم مش قريبين مثلا من؟ ممكن جدا وارد ان يكون الاهل في منهم بعيد شوية عن اولاده، فبالتالي ما بيعرفش هو بيعمل ايه، علاقاته عاملة ازاي مع اصحابه. مش بس يكون لازم يكون علاقات عاطفية، ممكن كمان تكون علاقات ما بين اصدقائه ما يكونش الام او الاب عارفين عنهم حاجة، فبالتالي لازم الام او الاب يشغل اولاده في حاجة تنفعه، سواء كانت في رياضة أو في فن أو في أي حاجة مفيدة الإنسان أو الطفل ده يستفاد منها، علشان يبعدوا عن الحاجات التانية اللي ممكن تكون سيئة. تمام. طب هو العلاقات العاطفية اللي هي اللي في سن صغير، يعني الأم إزاي تقدر تعمل حاجة، يعني تدير حاجة زي دي؟ تبدأ تتابع الطفل، او هو مش هنتكلم عن طفل ان هو ما ينفعش يكون بيبقى طفل سن المراهقة، يعني ممكن نقول سن المراهقة، فالام هتبقى متابعة ده، متابعة يعني مش مركزة قوي برضو علشان ما تخلوهوش يبعد عن مامته او ما يحكيلهاش اي حاجة تاني، لا هو تبقى متابعة بالعقل، تبقى متابعة عن طريق ان هو تشوف برضو مين اصحابه، تعرف علاقاته مع اصدقائه عاملة ازاي، مين الناس اللي بيمشي معاهم، ايه الحاجات اللي بيعملوها او ما بيعملوهاش، بالتالي هتقدر تبقى قريبة من ابنها او بنتها وتتوصل ان هي تبقى صديقة ليه، ويعرفوا يتكلموا مع بعض ويبقى في ما بينهم لغة حوار. طب ايه السن الصح اللي ممكن البنت فيه تفكر فيه ان هي تتجوز؟ يعني في بنات كتير قوي متجوزين ان هم في الجامعة وكمان معاهم اطفال، هل ده صح؟ هل حضرتك يعني والله انا شايفه ان البنت المفروض تبقى اول حاجه في حياتها هي تكمل دراستها، يبقى ده شغلها الشاغل، ان انا انهي دراستي اشوف الحاجه اللي انا بحبها ايه وابدا اعملها، اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني كرم بان هي تبقى في علاقه ناجحه، شايفه ان هي خلاص وصلت لفكر او لمرحله من النضج انها تخليها تدخل في علاقه كويسه هتاهلها انها تبني بيت واسره ويبقى عندها اولاد وتعرف تدير ده، يا ريت. انما لو هي من الاول شايفه ان لا ادخل في علاقات وامر بده واطلع من ده وتسيب دراستها وتهمل للحاجات دي كلها، اعتقد ده مش حاجه مش كويسه. طب واختيارها لشريك حياتها ازاي هي تختار شريك حياتها صح؟ ده بيعتمد على السن ولا بيعتمد على ايه؟ والله هو انا ما اقدرش اقول طبعا السن او التجارب، يعني ما ينفعش اقول كده، لان ما بنصحش ان البنت او الولد يدخل في اكتر من تجربه لانها ممكن تاثر عليه بشكل سلبي، فما انصحش بده، لكن انا انصح ان الاهل يكون معاهم في توعية كبيرة من الاهل. طب مش ممكن اي تجربة بيدخلوها يتعلموا منها؟ هيتعلموا، بس ممكن ادخل تجربة واتعلم منها حاجة سيئة فتأثر في نفسيتي وتخلي دي في حياتي مدى الحياة، ان التأثير السلبي هينعكس فيا مدى الحياة، طب ليه اعمل كده؟
فانا من الاول لازم الجأ لتوعية الاهل ان هم برضو عندهم تجارب وخبرات واكيد سمعوا كتير وشافوا كتير، فانا لازم اخد بالي من ده وان انا دايما اكون معاهم ومستمع عليهم باستماع جيد يعني. تمام. طب في سؤال برضو يعني ان بقى في نسبة طلاق عالية قوي الفترة دي زي ما حضرتك عارفة، إلا إيه الحاجات اللي ممكن تنجح أي اتنين متجوزين أو أي اتنين مخطوبين؟ أنا من رأيي الاحترام المتبادل، لازم يكون فيه احترام متبادل ولغة حوار. مشكلة الناس الفترة اللي فاتت أو الفترة دي حاليا إنه ما بقاش فيه لغة حوار، ممكن تكون هي في مجال وهو في مجال تاني خالص والدنيا ماشي، لكن لازم يكون في لغة حوار ولازم يكون في تفاهم بيني وبينه ويكون في احترام متبادل، لأن الاحترام إذا وجد الاحترام وجد الحب. فبالتالي انا شايفه ان اهم حاجه هو الاحترام والتفاهم والتبادل، تبادل الاحترام ما بينهم الاثنين. تمام، ميرسي قوي يا نورها يا دكتور على معلوماتك، واكيد مشاهدينا استفادوا قوي. وبعد الفاصل معانا البروفيشنال بوكسر او معانا البروفيشنال بوكسر او المدرب المحترف هيبقى وهيكلمنا اكتر عن اللايف اكسبيرينس بتاعته في يعني تجربته، فخلينا استنونا بعد الفاصل. تعرف معنا على الخطوات المستقبليه بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضويه كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبيه في المؤسسات الاعلاميه وتجهيز سيرتك الذاتيه والتقدم للوظائف ومناقشه افكار الاعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تاسيس كايرو تي في اونلاين، تلفزيون موجه باللغه الانجليزيه والعربيه من القاهره الى العالم. cairomediaschool.org. دلوقتي هيبقى معانا الملاكم المحترف أدهم الرئيس، وهنتكلم معاه أكتر عن البوكسينج، بس الأول هنتكلم معاه عن تجربته في البوكسينج وإزاي وصل إنه يبقى ملاكم محترف. ازيك يا أدهم، عامل إيه؟ ازيك، عامل إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. دلوقتي عاوزين نعرف ازاي وصلت انك تبقى ملاكم محترف. اكيد قبلك عقوبات في حياتك لغاية لما وصلت انك تبقى ملاكم. انا في الاول ابتديت وانا صغير خالص، كانوا اهلي ضد فكرة ان انا العب بوكسنج. اتمرنت في الجيم شوية، بعد كده رحت اتحاد الشرطة في نادي ودخلت المنتخب، وبعد كده يعني اخدت قرار بقى ان انا اخد البوكسنج كاحتراف مش كهواية، وجالي عقد ان انا العب في طوكيو في اليابان، بس ايدي اتكسرت. ايه اللي خلاك تاخد يعني تفكر انك انت تبقى يعني تاخد الحاجة تاخد الستات دي؟ حسيت ان البوكسنج اكتر من هواية، حسيت ان يعني حاجة انا الاقي نفسي وانا بعملها، انا فرحان بوجودي على الحلبة في بطولات وكده. وبعدين طب ايه العقوبات اللي انت قابلتها في حياتك وكملت؟ لما ايدي اتكسرت، لما جالي عقد اليابان ايدي اتكسرت، اضطريت ان انا اوقف سنتين. وبما ان اهلي كانوا ضد فكرة ان انا العب بوكسنج، هما ما كانوش عايزين يصلحوا ايدي، فانا اضطريت ان انا اشتغل وابني فلوس ان انا اعمل بيها العمليه بتاعت ايدي. وبعد كده بعد العمليه ابتديت ارجع تاني، بس طبعا يعني خطوه خطوه، ورجعت تاني في المستوى وجالي عقد ان انا العب في امريكا في فيجاس. تمام. طب ايه البطولات اللي شاركت فيها قبل كده؟ قبل شاركت في القاهره وفي الجمهوريه، يعني اسم كذا القاهرة وكذا جمهورية. طب يعني كملت بعد كده ازاي؟ يعني اللي انت يعني ايه الحاجات اللي انت بعد كده وصلت لها بقى يعني قبل ما توصل انك تبقى ملاكم محترف؟ هو في النص كان في انجازات صغيرة، يعني فكرة ان انا اخش المنتخب وانا بلعب بوكسنج ما كانش لسه بقالي كتير. ومفروض المنتخب انت بتخشي في حاجه اسمها تجارب المنتخب،
وتكسبيها وبعد كده تخشي المنتخب. انا اتخذت على طول من غير ما اخش في اي تجارب ولا اي حاجه. وفي اتحاد الشرطه برضو مش اي حد بيتاخد. انت في الاول انت بتروحي وبتعبي ماتش هناك ودي مع حد اللي في ميزانك، بيشوفوا لو انت كويسه بياخدوكي في التيم اللي هو تحت خالص مش تيم الف. انا اتخذت على طول في تيم الف من اول مره العب هناك، فدي انجازات صغيره. وشويه شويه ابتديت اتعرف بره لحد ما جالي العقد ان انا العب بره يعني في اليابان وفي امريكا. طب ازاي كنت بتمانج وقتك يعني بالجامعه وبالبوكسينج؟ طبعا هي كانت صعبه في الاول. كان الموضوع يعني مرهق جدا ان انا في الجامعه انا بصحى الصبح اجري قبل الجامعه وبعد كده الجامعه وبعد كده برجع من الجامعه على طول على الجيم العادي، وبعد كده يا دوبك بلحق اشتغل ما بين الجيم العادي والبوكسنج، وعلى بالليل بروح اتمرن بوكسنج وده كل يوم. ففي الاول كان صعب بس في الاخر يعني الموضوع بقى عادي. تمام. طب ليك شغل تاني جنب الجامعه بقى يعني غير البوكسنج؟ يعني البوكسنج ده حاجه انت موهبه عندك او حاجه انت بتحبها من زمان، في شغل تاني انت يعني عندك؟ انا فتحت شركه ميديا واعلانات، وبصور لكذا جيم ولكذا عياده، وبعمل ايفنتس بس. طب في كمان يعني في حاجه ايه ليه يعني ليه لعبه البوكسينج مش واخده شهره كبيره عندنا هنا في مصر زي بره؟ يعني بره اللعبه مشهوره قوي وفي كومبيتيشنز كمان، يعني في منافسات بتحصل ما بين اي اتنين بيلعبوا. هو في عيب من اللعبه نفسها ان المنتخب مش مهتم بان هو ينشر اللعبه. يعني اي حد يعني اي حد بيلعب بوكسنج هتلاقيه بيقول لك ايه اللعبه مش واخده حقها والمنتخب مش مديني حق ان انا لاعب. يعني احنا واخدين كذا اول اولمبياد واخدين فضه والمنتخب حتى ما قالش ان احنا واخدين اي حاجه. وفي نفس الوقت الاعلام مش مدي اهتمام للبوكسنج كبير، علشان طبعا في يعني رياضات تانية واخده الحق ده. طب عشان بس يعني ننهي حلقتنا، وحضرتك يعني بتنصح اي شاب بايه انه عشان يوصل اللي هو عاوزه المفروض يعمل ايه؟ الاستمراريه في اي حاجه بتوصل للهدف. يعني حتى لو قبله اي حاجه، حتى لو اي حاجه طول ما هو مستمر في الحاجه دي وبيسعى لها هيوصل لها. اوكي، شكرا قوي. ادهم بشكرك قوي على معلوماتك معانا. ودلوقتي انتهت حلقتنا، واستنياكم في حلقه جديده. شكرا، باي باي.